أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقلنا إن المقدمة التي سبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بتكليف من ربه سبقت بقصة موسى مع قومه، وحينما ذهب للميقات عبد العجل، فلما جاء غضبان أسفا أخذ من القوم 70 واتجهوا إلى ربهم ليعلنوا ندمهم وليعلنوا توبتهم. وختم موسى كل ذلك بقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وذلك تخلية عن عقاب السيئات. ثم جاء بالتحلية فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وبعد ذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى دخولا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل من الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم ذكر أوصافه 9 هنا إلى أن انتهى منها. بعد أن ذكر الأوصاف ومهد الأذهان إلى مجيء رسالة سيدنا محمد المانعة الجامعة قال قل يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. وبذلك أثبت الحق أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة تعم الزمان وتعم المكان. وفي ذلك يقول رسول الله أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى أن قال وبعثت للناس كافة وكان من قبلي إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير الكون للخلق، فقال قل يا أيها الناس، يبقى شملت الجميع، ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم، إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياته، فقال رسول الذي له ملك السماوات والأرض. وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدع أحد من خلقه أنه يملكها، والسماوات فيها والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا، فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد. لو أن السماء الواحد والأرض الواحد والهوى الواحد وما بينهما الواحد كم من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله إذا هو أولى أن يعبد، وما دام أولى أن يعبد أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو، ومن تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض حيثية لألوهيته. وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع، ولا يطاع إلا بمنهج، ولا منهج إلا فافعل ولا تفعل. أول منهج القمة العقدية اللي هي إيه؟ لا إله إلا هو. ومن لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة، فقال يحيي ويميت، وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا. ولذلك حياة الإنسان وعمره مش ميكانيكا، مش آلة تقعد 5 سنين وزي ما بيقول عمره الافتراضي قد كده يأخذه جنينا ويأخذه طفلا ويأخذه فتى ويأخذه شيخا ويترك من يشاء إلى أن يصير إيه؟ إلى أرزل العمر. إذن المسألة في العمر مش ميكانيكا،
إنما إرادة من الحق. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه المسألة أعظم بيان، فستر سبب الموت، وستر زمان الموت، وستر مكان الموت، وستر سن الموت، ليشيعه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وبأي سبب. ومدام كده يبقى لو قال لي هو في إله تاني كان يقول له انت بدك تموت، لا ما مش مموته، لا بيموت، وبيموت بلا سبب، وبيموت بسبب، وبعد ذلك يجي نشوف الأسباب، الأمراض اللي بتموت الناس. يبقى المريض يصحى والسليم اللي ما كانش فيه مرض يموت. قال ازاي كيف حال مريضكم؟ فقال سليمنا مات. انا مش عايز الحكايه كده. وقد ذهب الممتلي صحه وصح السقيم فلم يذهبه. فلا تحسب السقم كاس الممات، وان كان سقما شديد الاثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة يحيي ويميت دي القضية اللي يجب اننا نلتفت بها الى ان لله ملك السماوات والارض وانه لا اله الا هو. لان لو كان في اله تاني ويدعي الله اللي احنا بنؤمن به انه اله ولا شريك له، كان يجي الشريك يقول لا انا شريكك، بدليل انت عايز تحيي ده مش هحييه، وعايز تموت ده مش هحييه. ما بتحصلش ولا بتحصل؟ ما بتحصلش. يبقى دي كلها حيثيات مين؟ حيثيات، لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به، وأن نؤمن به إلها واحدا، لأن له ملك السماوات والأرض، ولأنه يحيي وإيه. ولذلك الذي ادعى من البشر، الذي كان الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطة وقال له أنا أحيي وأميت. طب ازاي يعني وانا احيي وامي؟ قال انا اقدر اامر بده ينشئ وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة لا خليك قاعد تقول انا عايز زي الموت، ويموت من غير ما تعمل اي حاجة، ادي الموت. انما تقتلون اقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكباب بحجر اكسرها بحجر، لا ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكباب اذهب. ادي الشطارة. يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الأداء. طب ما دام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي وإيه؟ فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول آمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه؟ بي. لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه؟ فجاب الحيثية الأصيلة، ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا آمنوا بالله بهذا الوصف. رسول الله تآمنوا به لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الإيه؟ الأمية، وهي شرف فيه. ويؤمن بالله، يؤمن بالله وكلماته. ما هي الذي يؤمن بالله وكلماته؟ الكلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله. إن ما بلغنا عنه من اسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقوم واجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه، وانما يجي من كلام بتاع ربنا بايه؟ في بقه، وما ينطق عن ايه؟ عن الهوى. يؤمن بهذه الكلمات، او ان الكلمات، يؤمن بان كل كون الله مخلوق بكلمة منه. كن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تجد العبارة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لمين؟ له لمين؟ للشيء. الله بيخاطبه
طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد أن يبرز وجوده للناس. لما هو موجود يخاطبه يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له إيه كن. طب بيقول للمين؟ للشيء. طب ده هو مش هيجي إلا بعد ما يقول إيه، بعد ما يقول كن. إنما بيخاطبه إزاي له؟ يقول لك لا، ده وجود أزلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز ايه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك، انما كنت الاول موجود ولا مش موجود؟ مطمور في طي قدرتي، يعني موجودك في اي وقت. اؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كلها، او بخلق شيء بلا اسباب. ازاي؟ احنا قلنا التكاثر الانساني بينشأ من التقاء ذكر بانثى، ويحصل بينهم العملية، وتسقط البويضة ويجي الميكروب يقعد في الميكروب. ده السبب ولا مش السبب؟ هم قال لك لا، هو ده السبب صحيح، لكن مش هو الفاعل. يجيء الانسان عند هذا العمل لا بهذا العمل، بدليل ان الراجل والمرأة يجتمعوا ويعملوا العملية وبعدين يجعلوا من يشاء عقيمة. طب الاسباب موجوده هي كل حاجه. لا، المساله مش اسباب، المساله اراده مسبب للاسباب. تنجح الاسباب او لا تنجح. ولذلك ايه يقول لك ايه؟ يهب لمن يشاء ايه، ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ويجعل من يشاء عقيما هبه ايضا، هبه. ما هو يقول يهب كذا ويهب كذا ويجعل من يشاء ايه، بس الناس ما بتاخدش انه لما يجعله عقيم ما هيش هبة، ما هي فيه هبة بالإيجاب انه يبقى عنده اولاد، وفيه هبة ايضا بالمنع. هبة بايه؟ ولذلك اذ اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى من مصلحة الوالدين انه ما يبقاش فيه ولد. تقول طب وذنب الولد ايه؟ طب الوالدين صحيح مش هيفتنهم ولا يبقاش لهم ولد يفتنهم. طب والولد الغلبان ده اللي انت بتقول عليه غلبان، ده هو الحق سبحانه وتعالى اراد به لطفا اخر، وهو ان ياخذ الحياه قفزا بدون ان يبتلى بتكليف، ويروح كده للجنه على طول كده. يبقى انا عمل في الولد خير ولا ما عملش فيه خير؟ يبقى انا عمل فيه خير، طلعه من الامتحان كده وقال له بلاش امتحان، روح كده اهو. اذا ولذلك الذي يستقبل عطاءات الله في التكاثر ان ذكرانا ان اناثا، إن استقبلوا عطاءه في المنع، يقول له طيب إن ترضيت عني وأنا ما جعلتش لك ذرية سأجعل جميع من تراه ذرية لك ويكونون في خدمتك. واللي يرضى بالإناث المكروهة دي وبعد ذلك يستقبلها بأنها رزق الله، يقول له طيب إن ترضيت بقدري في إني جبت لك بنات ولا جبت لك ذكران زي ما الناس عايزة، والله لجايب لك بكل بنت رجل لم تتعب انت في تربيته ولم تتعب امه في حمله. خده يجيب لي واحد كده ويبقى عنده مش عارف. اذا المهم ان نرضى بمين؟ ذلك بكل الاسبابيه، كل الاسباب. وفيه كل بغير اسباب، زي ما قال لك اوعى تفتكر ان وجود الرجل ووجود المراه دي مساله ضروريه في التكاثر، ده انا اقدر اجيب الحكايه دي من غير ايه؟ بدليل انني قدرت الخلق على القسمه العقليه. طب احنا بنشوف الناس اللي بيجي من رجل وايه؟ قال انا اجيب من لا رجل ولا امراه. اديني جبت لك ادم يا سيدي. طب امه مين وابوه مين؟ طيب وجبت لك من راجل بس جبت حواء. وجبت من امراه بس جبت عيسى. انا دول جبتكم كلكم من دي، اذا المساله الاسباب لا تملكني لانني رب الاسباب. فأوجد بلا أب وبلا أم، وأوجد بأب دون أم وبأم دون أب، وأوجد من الاثنين، وأوجد الاثنين ولا أوجد منهما شيئا. تلك كلمة. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطت نطاق الأسباب. امرأة كده تولد من غير ايه؟ من غير راجل، تبقى تخطت الأسباب ولا لا؟ أم قالك ولذلك قال كن هو بكلمة منه. طب ما هي كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها أسباب، وبكلمة ولا أسباب لها. أؤمن بالله وكلماته،
والحق سبحانه والكلمات قلنا برضو الآيات اللي فيها منهج الأحكام اللي جات للأول. ولذلك إيه؟ قولوا آمنا بالله بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم مش كده لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. ولذلك قلنا في ساعة ما قال سيدنا موسى لربه في قال أنني لأجد في الألواح كذا فاجعلهم أمتي يقولوا لا هذه لأمتي مين برضو هذه من ضمنه قال موسى لربه إني لأجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ويؤمنون بالكتاب الآخر ويحاربون الأعور الدجال اللي هو المسيح الدجال فاجعلهم أمتي. قال ذا تلك لأمة أحمد أم بالكتاب الأول بالإيه اللي هي الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إيه؟ وما أنزل مين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الإيه إلى آخر الآية واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا قلنا لعل دي رجاء. احنا قلنا في حاجتين في الطلب، مرة تطلب حاجة هي محال المهم برضو بتطلبها، طب بتطلبها ليه ما دام محال؟ ام قال لك ده تمني اشعرك اني احبها وان كنت واثق انها ما ايه انها ما تجيش. الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما هو عارف ان دي هتيجي؟ امال بيقولها ليه؟ بيعملها طلب ليه؟ ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه؟ ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. طب وايه ده هتيجي؟ انما بيطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه؟ يحب. والرجاء برضه عايز طلب بس ممكن يجي. احنا قلنا مرحله أنك حين ترجو لإنسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي أنا أعطيك كذا، إن هي اللي أدخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي أعطيك، تبقى لعلي لأن الرجاء من أنا وأنا اللي بقول، يبقى دي سهل. طب ولعل الله يعطيك تبقى أقوى مش عيون ده، ولكنها كلام. فإذا قال الله لعلكم يبقى أرجى الرجاءات ولا لا؟ أرجى الرجاءات. حينما يتكلم الحق عن قوم موسى تكلم عنهم بعرض قصصهم وفضائحهم ونقدهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم، قال لك اوعى تأخذ هذا الحكم عام. ليه؟ لأن الحكم لو كان عاما لما وجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد، فقال لك لا. ولذلك احنا قلنا زمان في حاجة اسمها صيانة الاحتمال، صيانة ايه؟ الاحتمال. طيب الجماعة الذين آمنوا ابن سوريا مثلا وعبد الله ابن ايه؟ ابن سلام، دول مش من اهل الكتاب بتوع موسى؟ طيب امنوا برسول الله ولا لا؟ يبقى ساعة ما كان الرسول جاي بيقول الكلام ده كانوا شغلين نفسهم بقضية الايمان ولا مش شغلين نفسهم بقضية الإيمان؟ يبقى لو لم يستسلم الله يقول لا اوعى تاخدها حكم مين؟ عام. ليه؟ لان من قوم موسى امتهم يهدون بالحق وبه ايه يقوم لما بتوع موسى بقى يسمعهم يقول لك يا سلام ده فائسني، ده عارف اننا بنفكر في اننا نؤمن بمحمد. ولكن لو عمم الحكم اللي بيفكر في الايمان بمحمد يقول لك الله ايه الظلام ده، طب ما انا بفكر فيه هياخدني ليه وياه؟ لكن لما يقول كده يبقى صان الايه؟ صان الاحتمال بان واحد من هؤلاء يفكر في ان يؤمن بمين؟ في أن يؤمن بمحمد صلى الله. فقال ومن قوم موسى أمة يهدون يدلون الناس ويدعونهم إلى طريق الخير ويعملوا إيه كمان وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الإيه بين الناس. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، قطعناهم ليجي اعتمل أمة مين بقى دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله إليكم إيه جميع وقال يؤمنوا بكذا وبعدين رجع الى مين؟ طب ايه ساسقط الحكاية دي ليه؟ لان الحق ما بيديش فصل في موسى، ما بيديش فصل في عيسى، ما بيدي، لا ده هو عجينها كلها عجينة واحدة في الدعوة، يجيب قضية عيسى وبعدين يدخل الدعوة، يجيب قضية موسى في حتة ويدخل الدعوة، ثم يرجعوا الى ايه؟ الى القضية الاصلية. ليه؟ عشان يستغل
كل انفعالات النفس بعد اي قصة من القصص، كل انفعالات النفس في اي ايه قصة من القصص. فقال رجع تاني لمين؟ لكم موسى، بعد ان قدم الانصاف بان فيه منهم امة يهدون بالحق وبه ايه يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، قطعناهم ان هم بنو اسرائيل. ومعنى قطعت الشيء ان الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه، ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض ايه قطعة. يبقى بعضهم كلهم بنو اسرائيل، ولكن انا قطعتهم عملتهم ايه اسباط. السبط هو ولد الولد، والاسباط ديا اللي هم اولاد سيدنا مين؟ يعقوب. وكانوا كام؟ 12. اللي حكت عنه من قصة في اول سورة يوسف وقالت ايه؟ يا بني اني ارى ايه؟ لا، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب مرئية، والشمس والقمر، وهو رائي، يبقوا كام؟ لا، انما هو الاسباط بقى الاولاد، سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وامه، وخذ ال11 دول اللي هم مين؟ اخواته. وهو يبقى كام؟ هذا ال12 سبط. السبط ولد الولد، خلاص كده على الاول. فسيدنا يعقوب مخلف ال12، انما من امهات مختلفه. واحنا قلنا زمان ان الامهات لما تتعدد تبقى الميول الاهوائيه مش ايه؟ مش واحده. فنشا بين ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك، ايه؟ فيكيدوا لك ايه؟ فيكيدوا لك كده. ادي اول المساله بتاعت الايه؟ انهم مختلفين. يبقى دي سبب من اسباب وحيثيه التقطيع. انت سبت كذا وده سبت كذا، ليه؟ قال لك لان مش هيأتلفوا مع بعض، فهعمل كل واحد ايه قطعة كده. قطعناهم ايه 12 ايه اسباطا. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في اخر السورة، قال ورفع ابويه اللي هم الشمس والقمر مش كده على العرش، وخروا له اللي هم ايه اخواته كل بقى. الله قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه حقا. وهناك برضه واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الايه فانفجرت ايه اثنتا، حتى الميه دي قال مش عايزينهم يشتركوا فيها لا يختلفوا، يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد ايه وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ بيعالج ما فيهم من ضيقات الغيره والحقد على بعض على الاول. اهي كلمة بقى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، هنا بس وقفة، هي وقفة لغوية بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه بعد ما كان شيء واحد اسباط، عملناهم ايه قطع كل سبته واولاده. الاسباط في اولاد يعقوب اللي هما من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل، فاولاد اسماعيل العرب يسموهم ايه قبائل، ودول يسموهم ايه يسموهم اسباط. اثنتي عشرة، احنا قلنا اثنتي يعني دل على انهم اناث ولا لا، وعشرة يبقى اناث ولا لا، لان احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول ايه جاءني رجلان ايه اثنان وامرأتين اثنتان مش كده ولا لا، يبقى اثنان لمين للذكور واثنتين للاناث. كلمة 12 عدد مركب، العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد، تمييزه ايه مفرد. ولذلك 11 ايه كواكب ولا كوكب مش كده على الاول. يبقى اذا هنا 12 دي دل على ان مؤنث. طب ده سبت مش مؤنث، ده سبت ايه، لكن اذا جمع صار ايه مؤنثا خلاص على الاول. طيب ليه اثبت ولا جابش سبتا؟ قام قال لك شو بقى، هو ما دام هم اثبت وقطعهم يبقى كانت لهم وحده جمعاهم ولا لا؟
فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد، فجاب أسبضيا مكان قبيلة، وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول اثنتي عشرة إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ طب هي قبيلة هي الأسباط، قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها الإيه؟ الأسباط. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وجعلنا كل سبط أمة بإيه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك، لأنك أنت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود، رغم أنهم أعانوهم الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن، برضو لسه في كل أمة منهم إيه؟ شوية وشوية معزولة عن الشعوب، يعني ما يجيبوش في الشعوب، كل حي حي اليهود، يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الإيه؟ وده اللي حاصل ولا لا؟ يبقى قطعناهم في الأرض إيه؟ أسبطاً أمماً، يعني كل حتة فيها أمة ولهم طبائعهم الخاصة، فلا يذوبون في المجتمعات التي إيه؟ يعيشون فيها. وكل ربنا يقطعهم في الأرض يبقى نشرهم في الوطن، ما عملش لهم إيه؟ وطن مستقل. ولذلك ستقرأ في سورة الإسراء إن شاء الله يقول إيه؟ وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل قلنا لهم إيه؟ اسكنوا الأرض. الله، وهو السكن يا رب، ما هو السكن لازم يكون في الأرض، إنما حين تقول لي يا رب اسكن تحدد لي حتة من الأرض، اسكن الإسكندرية، اسكن مصر، اسكن الأردن، اسكن سوريا، إنما تقول لي اسكن الأرض، طب هو أنا قطعا في الأرض. يعني إيه؟ اسكنوا الأرض يعني إيه؟ انساحوا فيها فلا تجمعوا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الضربة القاضية عليكم جئنا بكم لفيفا تتجمعون، لأن عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل أمة من الأمم، يبعد جيش للأمة دي وجيش للأمة دي وجيش للأمة دي، إنما بقى إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم نعمل إيه؟ جئنا بكم إيه؟ أهل الوطن القوم دي هم فرحوا بيه، نقول لا هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم إيه؟ عشان تبقى الضربة إيه؟ الضربة موجهة في مكان واحد، لأن إن ما كناش هيعمل هو كده، عايزين نبعت في كل أمة إيه؟ جيش عشان يحارب مين؟ عشان يحارب الأمة اليهودية اللي موجودة إيه؟ اللي موجودة فيه. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. شوف المعجزات بقى هنا بقى. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، استسقى ما معنى استسقى؟ ساعة ما تلاقي ألف وسين وتاء وبعدها حاجة افهم إن المراد هنا طلبنا كذا، استفهم أدي والسين والتاء وبعدين إيه؟ استفهم، والفهم والهي والمين، استفهم يعني طلب الفهم، أنا استفهم منك يعني أطلب إيه؟ طب استخرج طلب إخراج إيه؟ تبقى على هذا استسقى طلب إيه؟ شيل الألف وشيل السين إيه؟ والت وقول طلب إيه؟ طلب سقيا، إس ت أدي استفهم وبعدين إيه؟ سقى، يبقى طلب الإيه؟ السقيا. وما هي السقيا؟ السقيا هي شربة الماء التي إيه؟ تمنع عن الإنسان العطش وتؤنسه بالري، يبقى استسقى ألف همزة دي والسين والتاء، إذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها، فاستفهم يعني إيه؟ طلب أن يفهم، واستخرج طلب أن يخرج، واستسقى طلب السقيا. وما دام استسقى طلب السقيا يبقى فيه ظمأ ولا لأ؟ يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ظمأ. الولد يقول لك اديني مية إلا إذا كان عطش، يبقى كأنهم في التيه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز له نعمه عليه، هذه النعم يجي وقت الحاجة ويقوله استسقهم لما يعطش عشان يشوفوا ايه يبقى طعمه ايه. إذا استسقى موسى لقومه، استسقاه قومه، إذا استسقاه ايه قومه،
ما دام استسقاه قومه هو يستسقي مين؟ يستسقي ربه. يبقى هم استسقوا مين؟ طب اشمعنى بقى لقيت موسى دلوقتي في الوقت ده هو اللي يعمل وهو اللي يزمل وهو اللي يعمل؟ طب موسى قال لهم انا مش لذاتي، انا مش بذاتي، انا هستسقي لكم مين؟ ربي، استسقي لهم ربي. احنا قلنا بقى ان مقومات الحياه ايه؟ بترتيب بالترتيب الوجودي الاضطراري، الهواء والماء والطعام. ساعة ما تلاقي همزة وسين وته وقع على واحدة من دول اطلق، اعلم انها مطلوبة، اعلم انها. طب لما موسى والعبد الصالح مشوا استطعم اهلها، استطعم يعني ايه؟ طلب طعاما، ده المقوم الثالث للحياة. هنا استسقى، يبقى المقاوم هو، يبقى المقاوم الثاني، هات المقاوم الاول بقى اللي ما نستغناش عنه اللي هو ايه؟ استهوى. يبقى استهواه يعني طلب منه الايه؟ لكن لما كان الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العمليه، انما الطعام يمكن يملك، الميه يمكن ايه؟ تملك. فقال هنا استطعم وهنا ايه؟ استسقى. ولم يوجد استهوى يعني طلب الايه؟ الهوى، انما وجد في القران استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه، كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين يعني ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون، لا لما يريده ايه؟ لا لما يريده الله. طيب هنا بقى قصة الاستسقاء وردت في سورة البقرة، وإذا استسقى موسى لإيه؟ لقومه. يبقى هناك وإذا استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه إيه؟ يبقى هل فيه تعارض؟ طب استسقى قوم موسى، موسى فاستسقى موسى ربه، تبقى قد بعض، يبقى تكريم؟ لا، هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الأصل الواهب للماء، فهنا قال استسقى إيه؟ إذا استسقاه قومه، يبقى استسقوا مين؟ طب هو موسى عنده هناك وإذا استسقى موسى إيه؟ يبقى ترتيب طبيعي ولا لا؟ استسقى قوم موسى موسى، واستسقى موسى مين؟ ربه. تعال هنا أدي الفرق بين العبارتين عشان تقول إن مفيش فيه خلاف، يقول لك ده تكرار، قول لا مش تكرار، لأن المستسقي هنا مين؟ القوم، والمستسقى منه هنا مين؟ موسى، وهناك المستسقي مين؟ موسى، والمستسقى منه مين؟ يبقى أمر طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى أمر طبيعي. طيب وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب، هو ده الوحي، أوحاله بإيه؟ اضرب بعصاك. طب هنا كده ربها كده، وإذا استسقى موسى إيه؟ فقل نضرب بعصاك الإيه؟ أهي قلنا زي أوحينا، تمام، لأن القول مش قول كده كلام زي بده يدلك على أن هذه ليست من مناطات تكليم الله لموسى، بل مناط هذه القضية غير المناط بتاع إيه؟ وكلم الله موسى إيه تكليم؟ هل كلمه تكليم بأن كل حاجة تبقى بكلام منه؟ لا، هو كلمه مرة تشريف وبعدين إداله إيه؟ الوحي زي غيره. يبقى هنا من هذه المسألة مش ليست من ضمن إيه؟ من ضمن الكلام المباشر، كلام الله المباشر لمين؟ لموسى، بدليل وقال هنا أوحينا، هنا قلنا وهنا إيه؟ أوحينا. إذ استسقاه قوم أن اضرب، يبقى أن اضرب دي هي مقول الإيه؟ القول. اضرب بعصاك الحجر. أهدياً بقى يدلنا على الإعجاز المطلق، لأن هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء، وهناك أن نضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا، بقى المية هناك تبقى إيه؟ والحجر هنا يبقى إيه؟ يبقى إذن الله يعطي ويمنع بالشيء الإيه؟ اوعى تقول ان الاسباب مملوكة، لا، الاسباب مش مملوكة لله، الاسباب في يد الله، انما يعملها بالضد. ولذلك قلنا هناك، هنا لما ضرب البحر بعصا كان كل فرق كالطود يعني كالجيه كالجبل، وامتنعت السيولة ما جاتش دي على يد ولا عدد. وبعدين لما حب ولما خرج حب يضرب البحر عشان ايه؟ يرجع للسيولة تاني ويسد السرداب اللي نفد منه ده، قال له ربنا ايه؟ اترك البحر رهوة يعني كما هو
عليه. ليه؟ لأن الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بأن موجود يابس من الإيه؟ يوم ينفد منه ورميه يخلي آخر المحياد وأول المحياد ويعيد الماء إلى سويته فيغرقون. يبقى أنجى وأغرق بالشيء الإيه؟ الشيء الواحد. والعصا هي العصا فانضربت المية فبقت كل فرق كالطوب الإيه العظام، وبعدين ضرب الحجر انبجست منه. تبقى إيه المسألة دي؟ يبقى ده من بيده الإيه؟ القدرة والأسباب. وإذ استسقى موسى قومه، طيب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست، هناك انفجرت. برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت؟ إن كانت انفجرت تبقى انبجست هنا ما تنفعش. إن كانت يقول له ما هو الانبجاس أولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس إنها تمد عناية، إنما الانفجار لا يا كتير. ده أول ما يضرب الضربة تطلع قليلة ولا مش قليلة؟ وبعدين تنفجر. وبعدين تنفجر. يبقى إذا تكلم عن مراحل التي أعقبت الضربة، فالأول لما ضرب حصل إيه؟ انبجاس. وبعدين حصل إيه؟ حصل. تبقى هي حالة واحدة ولا لا؟ يبقى لقطات متعددة لمظهر واحد بس له أولية وله إيه؟ وله آخرية. أنضرب، ولذلك لما تيجي تلاقي الألفاظ معبرة في انفجر يعني يدل على أنها إيه؟ ولذلك أنت تقول تفجير الديناميت أو فجرت الشيء الفلاني. هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه؟ ولا تديه بايه؟ بقوة. سيدنا أشوقي لما جه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، فشوف بقى ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، كلام على الاول، وابن البتولي اللي هو مين؟ فعلمه الانجيل، وبعدين جاء عند النبي قال ايه؟ ما قالش ارسلت ولا ابعث، وفجرت ينبوع البيان محمدا. وفجرت ينبوع، شو الالفاظ المعبره؟ ارسلت بالتوراه موسى، كلام هين، ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتولي فعلم الانجيل، وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه؟ وفجرت ينبوع البيان محمدا. شوف بقى كمان التوفيق في العباره، فسقى الحديث حديث سقاه، ولكن القرآن ما سقاهش، ناوله من الله لخلقه، فسقى الحديث وناول التنزيل رحمه الله رحمة واسعة. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وقلنا العلة. طب الضربة واحدة، تقول الضربة واحدة، أولا ده العصاية نفسها المكان اللي ينضرب الحجر اللي العصايه تضرب الحجر فيه يدوب تقضي عين واحده تطلع شويه، لان من 12 عين وقد علم كل اناس مشربهم، يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا، ما دام كل جماعه هيروحوا لايه يبقى لازم مكان واسع ولا لا؟ يبقى هي الضربه ايذان بالانفعال من الارض، بس الضربه ايذان من ايه؟ بالانفعال من الارض. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنا يقول لك طب هم 12 عين، طب مين اللي ياخد دي ولا ياخد دي ولا ياخد دي؟ من 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 أنها قسمة الله، نحن قسمنا إن كل واحد ما يروحش المية التاني، ده رايح لواحدة ما جاش عليها التاني، وراح لدي ما جاش عليها التالت، وراح لدي ما جاش عليها التالت، كل عين عمالة إيه؟ لا تجذب صاحبها بدون إيه؟ قد علم كل أناس مشربه، مش اتزحموا على لا. ومما يدل أيضا على التساوي، مش دي مثلا بتفجر أكتر تطمع فيها ده، ولا دي بتفجر أقل، ولا دي قريبة ولا دي بعيدة، قد علم كل أناس إيه مشربه. وظللنا عليهم الغمام، عمال بيتكلم عن التيه بقى، لما يكون في التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقة ولا فيش مية، طب المية استسقى موسى فاستسقى الله، وجت لهم 12 عين عشان ما يزحموش ولا يعملوا أي حاجة زي ما بنقف على بتاع التموين، لا لا لا، كل واحد عارف إيه؟ عارف مشرب. وظللنا عليهم الغمام، الشمس محرقة وشديدة عليهم، يقول ربنا يعمل إيه؟ الغمامات كده، وكل غمامة على قدر السبت.
كده معمولة. قال لك ايه يا اخي، اذا كان البشر لما بيحب يوزع جماعة في 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 كتل صغيرة يعمل لهم مثلا 20 خيمة بيعمل لكل واحد ايه، البشر بيعملها، يبقى ربنا مش هيعملها، لا يعملها يجيب لي ده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة. وظللنا عليهم الايه الغمام. طيب ادي مين من حر الشمس ظلل بالغمام، وعشان الريون بتاع العيون ايه تفجرت من الايه، يبقى بقي ايه، يبقى بقي الطعام، لان يقول ان لك الا تجوع فيها، يبقى عندك طعام. ولا تضحى، يعني الشمس ما تقرصكش، اهي تضحى دي جت ايه، ظللنا عليهم الايه، وانك لا تظمأ فيها، يبقى ادي السقيا. يبقى هي عايزه اكمل حاجه، ما نجوعش ما نتعراش، الشمس ما تحرقناش، يبقى الايه نجد ميه نشربها. ثلاثه وظللنا عليهم الغمام. جه في الطعام بقى وتجد هنا المساله الاهم فالايه فالمهم، جاب الطعام لانه اخر حاجه قلنا الواحد يصبر عليها. وانزلنا عليهم المن والسلوى. كل ساعه ما تلمت كلمه انزلنا افرض انها جايه من علو، ومش ضروري يكون مكانها علو، انما هي جايه من اعلى من قدرتك، جايه من اعلى من ايه، يبقى مش باسبابنا احنا لما نزرع الحب بتاعه حاجات زي ما نمشي ربنا انزل علينا الزرع، انما في حاجه جايه بلا سبب، يبقى بقدره مين، بقدره الاعلى. نزلنا عليهم المن والايه. طب المن ده ان كن بعضنا فلاحين يوم يروح كده مثلا يام الدرة او اي حاجة يوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده يسموه حتى المن، عندنا في الفلاحين يسموه ايه المن، ده نوع تاني بس يتاكل لان مش لونه اسود يبقى لونه ابيض زي 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 قطرات الزئبق كده، ويلاقوه على الشجر لا يزال الى الان في العراق في شجر في مكان هناك كده يمسكوه ايه الصبح يروحوا ايه هزينه، يوم يتساقط ما على الورق من قطرات متجمده لونها ابيض، يوم ياخذوه على الملاءه ملاءه بيضاء، وبعدين يموس من الايه المن وتلاقيه حلو كده. اولا في طعم القشطه وليونتها وحلاوه الايه وحلاوه العسل. يا الله. نعم. والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضه بتوع كده بنسموه السمان، اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير بيئتك، يعني لا ربيته ولا عملته، يبقى انزلنا ولا ما انزلناش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وانزلنا الحديد فيه بأس. طب الحديد بياخد من الجبال وبتاع الاجلاب القدره العاليه، مش معنى الحديد، قال لك دلوقتي اي معدن من المعادن ما بيغنيش عن مين؟ الحديد، هو اللي فيه البأس وهو اللي فيه الشده وهو اللي فيه كل حاجه. وانزلنا عليهم المن والسلوى. المن ده زي ما قلنا في لون القشطه وطعمها، وفي طعم الايه العسل، وده بيجي على الشجر زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده، فيهزوه على المراقات ويجمعوه منه في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه، يعني انواع من الحلوى جميله. اللي راح العراقي يمكن يكونوا ايه دقوه او جابوه لايه لاهله. والسلوى اللي هو الطائر اللي السمان اللي احنا بنقول ايه عليه، ده موجود في بيئه تانية لان ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يجي لنا احنا هنا، يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجي لنا احنا هنا، هو جاي طالب لنفسه ايه استمرار الحياه، يوم ربنا يبعت لنا علشان ايه عشان احنا نطعم بيه. هم بقى عشان يعني ربنا يظلل على انه لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه والسلو. طيب والخضر طلع لكم ميه والغمام بايه، يبقى كل مسائلكم ايه قدريه من الله، يعني عيشكم كده متهنيين ولا بلطجيه تعملوش ابدا اي حاجه. هم بقى وش شقه قالوا لا، طب ومين يدرينا ان الندى يمكن يجي ليله، الندى ما ينزلش بالقطرات بتاعه المن دي على الشجر، طب يمكن الطير ده ما يجيش في يجي في يوم ما يمرش، لا احنا عايزين ايه، لن نصبر على طعام واحد. شوف البغدادة، ما نصبرش على طعام ايه، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها،
قال له روح للبلد اللي خارها كتير بقى، روح لها مصر دي اهبطوا ايه مصر. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني احنا ادناكم رزق بدون ايه، بدون السببية، يعني جاي من المسبب ايه مباشرة. فكان من الواجب اللي ارحكم وجعل لكم الرزق من كل حاجة، وعمل لكم ظلة من الغمام ولا عملتوش خيمة، وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتم مواسير ولا ولا الى اخره، وجاب لكم ولا زرعتم من الارض ولا حاجة، يبقى كلوا من طيبات مرضى. يبقى كان الواجب ان تستقبلوا هذا بايه؟ لا تستقبلوا من البغداد. قالوا لن نصبر على طعام واحد، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمنا، وما ظلمنا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم، يبقى يدل على انهم عملوا حاجه ولا لا؟ يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم اتبغددوا، لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لانه هو حيروح عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يقيه الام اللي جاب التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهمش، هم اللي عملوا ايه؟ واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. القصة دي برضو مذكورة في سورة البقرة. هنا واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، اذ قيل لهم مين اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فعله او للمجهول يبقى ايه؟ لكن اذا قال واحد يقول قال الله له مسكنوا ايه؟ في آية البقرة يقول واذ قلنا، هنا وقال واذ ايه؟ قيل. طيب قيل من الفائز الوضع اللي قال مين؟ ربنا. تبقى العلة ايه يعني؟ طب ما يقولها كده واذ قلنا وخلاص وتنتهي المسألة. اما قال لك لا، لان كلام الله الاعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون ايمان بالرسول، هؤلاء الوسائط للخلق. يبقى ربنا قال ايه؟ اسكنوا هذه القرية. وبعدين موسى كرر امر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القرية، والمقدمين من كل واحد يقول اسكنوا هذه الايه؟ يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى خلاص، وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي في مراحل، في عالي وفيه مستعلن علي. يبقى واذ قلنا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال خلاص. يبقى لما نيجي حب نعممها نقول واذ ايه؟ واذ قيل. والى لقائنا اخر ان شاء الله.